إلى شوط متواضع لم يستطع فريق شبيبة الثورة تقديم ما كان ينتظره أنصاره الذين حضروا بأعداد كبيرة، خاصة في بداية المباراة حيث وجدوا صعوبة كبيرة في تخطي دفاع الوفد الجديد للدوري المحترف الأول دفاع تجننت الذي نظم دفاعه وصد لكل الهجومات بفضل حارس مرماه بركي خيري. وأهم فرصة يمكن تسجيلها هي هذه الفرصة التي أهدرت حيث خرجت فيها الكرة فوق العارضة إثر كرة ثابتة نفذها جاليت نحو رأسية زيدي. بعد فترة الاستراحة الأمور تغيرت كثيرا حيث أظهرت العناصر المحلية أداء متميزا عبر التمريرات القصيرة والتوغل نحو الهجوم بفضل كل من زيدي السايح وجاليت وأندري، وكان لهم تحقيق ذلك في الدقيقة 15 من الشوط الثاني بواسطة جاليت الذي وقع الهدف الأول والوحيد عن طريق كرة ثابتة تلقاها ليخرج من الخلف وبقوة يقذف ويسجل. وبعد هذا الهدف بحث المحليون عن تعميق النتيجة حيث أهدروا فرصا سانحة للتسجيل خاصة في الدقائق العشرة الأخيرة. وتمثل هذه النتيجة المحققة من طرف شبيبة الثورة رافعة معنوية ستجعله يفكر كثيرا في اللقاءات المقبلة لإدراك ما حققه في الموسم الفائت.